الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نعمل مع بعض طاجن الكوارع الجميل ده اللي انتوا شايفينه، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم وتجربوه. دلوقتي نروح عامل المقادير بتاعتنا عشان نشوف ايه عملناه ازاي. يلا بينا. دلوقتي ان شاء الله معايا ايه؟ معايا كارع متنضف زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا ايه تاني؟ طبعا الكرع ده لازم يجي ويتنقع في ميه وخل وملح، واذا كان في اي حاجه طبعا تتنضف زي ما انتوا شايفين زي الفل كده، ولازم تنضف كويس. دلوقتي معايا ايه تاني؟ معايا بوكي جرني، معايا ايه؟ معايا طماطمية على 4، ومعايا بصل وثوم، ومعايا جزر ان شاء الله باذن الله، واللي عنده كرفس ممكن يحط كرفس برضو مع البوكيه جرانيه، ده بيبقى جميل جدا زي ما انتم شايفين كده زي ما قلت لكم قبل كده. ومعايا تاني التوابل اهوت، معايا ملح طبعا عشان حالة الضغط هحط ملح، لو مش حالة الضغط طبعا مش هتحطي ملح، ومعايا ورق لورو، ومعايا حبهان وفلفل، ودوت طبعا رز بتاعي. انا مش هعمل رز بلدي، انا هعمل رز بسمتي. ومعايا ايه تاني؟ معايا 4 طماطمات كده، انا عايزه كوبايه طماطم، فانا طبعا هضرب ال4 طماطمات دولت، والثوم ده طبعا بتاع التقليه بتاع الطاجن هقشره طبعا وهضربه في الكبه بتاعه البصل والثوم. دلوقتي هنروح بينا عشان ايه؟ نس الكوارع بتاعتنا علشان خاطر ايه؟ نكمل الطاجن بتاعنا. طبعا لازم تدخل على سوا، ولازم تكون قبل ما تخش الفرن مستويه كويس قوي. يلا بينا عشان نروح نشوف هنعمل ايه. دلوقتي معايا الحلة اهي بتاع الضغط، حلة الضغط او حلة السب. دلوقتي المية بتاعتي بتغلي، هبتدي احط فيها التوابل بتاعتنا. واحط طبعا بوكي جرني بتاعي اللي هو الجزر وبصل وثوم وطماطم على 4، ولو في كرفس يا ريت، وسط الكوارع بتاعتي، وهضغطها. طبعا الحله ديت لازم تكون في كل بيت دلوقتي، كل الناس جايبينها، وهي دلوقتي بقت موجوده في مصر، فيا ريت يعني ان شاء الله تكون موجوده في كل بيت علشان هتوفر لك الوقت والجهد، وتوفر لك طبعا الغاز، لانها طبعا بدل ما تقعد الكوارع ساعتين ثلاثة في حلة عادية هتقعد ايه؟ هتقعد ساعة واحدة. دلوقتي بقى نضغطها ونسيبها عشان تستوي، هتقعد ساعة واحدة في الحلة دي وهتبقى مهروسة ومستوية وزي الايه؟ زي المرهم كده، جميلة جدا. عشان ايه؟ الحلة العادية تقعد فيها كتير جدا وهتاخد ميه مني كل شويه، هتزودي ميه، لكن الحله طبعا حله الضغط ربنا يعين الجميع كده ان شاء الله، وتكون عندهم بتوفر وقت والجهد وتوفر ميه وغاز وكل حاجه. انا كده ضغطتها، هتركها بقى اول ما تصفر بهدي عليها النار طبعا، عشان ما ينفعش تسيب النار عاليه عليها اول ما تصفر، يعني حوشت الدخان اللي هيسوي اللحوم او الكوارع، فطبعا ايه؟ هنوطي عليها ونهدي النار خالص. طبعا هنبتدي دلوقتي اعمل التومه بتاعت الصلصه بتاع طاجن الكوارع. هنشوح التوم طبعا، ما ينفعش التوم يتحرق، والبصل عشان ما يحرقش صدركم، لازم اللون يبقى جميل ولون احمر كده وحلو. طبعا دي راس توم، انا هاخد منها شويه علشان الفته طلب مطلب جماهيري، هعمل شويه فته طبعا جنب الطاجن علشان تعرفين طبعا الفته كل الناس بتحبها، فطبعا مش هيكتفوا ان انا اعمل رز ابيض بس، الكوارع الفته بتاعتها بتبقى طعم او حلو. طبعا داخل اهو التوم بتاعي على صفار، هبتدي بقى ايه؟ هبتدي احط طبعا بقية الحاجة بتاعتي.
خلي بالكوا علشان ما يسودش، ما فيش تومه تسود وتومه تبقى حمراء وتومه سودة، لازم كله يبقى لون واحد. يعني ما تسيبوش وتروحي في حته عشان هو ما بياخدش حاجه. التوم والبصل لازم تبقي واقفه جنبهم. قرب خالص اهوت على الاحمرار زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين ما شاء الله اللون. انا عايزينه يبقى كده. هنحط دلوقتي معلقة خل عشان خاطر الصلصة بتاعتنا تبقى طعمها جميل وحنت. اول ما تشمي البخار بتاعت الخل بقى الريحة بتاعته بيطير الخل. طبعا في ناس كتير قوي ما بتحبش الخل، بس طبعا غلطانين لانه بيخلي الاكل جميل جدا، بالذات التسبيكات بتاعت الفتة. حطينا دلوقتي التوابل بتاعتنا، فلفل اسود وكزبرة ناشفة، نديهم تشويحة كده عشان يتحمصوا. بعد كده هنزل بايه بقى، هنزل بالفلفل اخضر وفلفل احمر. وطبعا انا دلوقتي بشيل شوية زي ما قلت لكم كده، انا عاملة توم بزيادة علشان خاطر في شوية فتة الكوارع اللي انا هعملها. وهبتدي بقى احط بقية الحاجة بتاعتي، او فلفل اخضر وفلفل احمر. طبعا في قرن هنا حراق اللي مش حابب ما يحطش، لكن طبعا عايزة اديكم معلومة ان الفلفل الحراق بينزل في النار بيهدى خالص، ما بيبقاش حراق قوي. يعني احط كوباية الطماطم بتاعتي واسيبهم يسبكوا بقى مع بعض، ولما يسبكوا اوريكم هتبقى شكلها عامل ازاي زي ما انت شايفة كده حضرتك. طبعا هغطيها واسيبها تتسبك. طبعا لازم تتغطى عشان البوتاجاز بتاعي ما يتبهدلش، والحيطان انت عارفين طبعا الطماطم بتقعد تطرطش وهي بتغلي. نبتدي تغلي اهيت. اهيت كده خلاص اتسبكت. هبتدي بقى نركنها جانبا ان شاء الله. طبعا ما تنسيش تظبطي الملح بتاعك عشان الاكل بتاعك يبقى جميل وحنط كده. هبتدي بقى اشيلها واحط مكانها حلة الرز زي ما حضراتكم شايفين كده. اعملي كله ورا بعضه كده علشان الوقت بتاعك، على بال ما كل حاجة تستوي يكون كله تمام ان شاء الله. اهيت هعمل هنا طبعا شوية الرز الابيض اللي قلت لكم عليهم، اللي هقدمهم جنب الكوارع. سهل جدا، حطيت معلقتين سمنة طبعا على قد طبعا كوباية الرز، وهحور الرز بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده. حط شوية الملح بتوعي، سهل جدا جدا. طبعا الرز المصري في ناس كتير بتعشقه طبعا، لكن انا بحب اعمل معظم اكلي برز بسمتي عشان يكون اخف طبعا في النشا بتاعه، مفيهوش نشا. هشوحه كده اهوت، وبعدين احط عليه طبعا المية بتاعتي بعد ما لمع كده وتشوح في السمنة. دلوقتي ده دلوقتي الرز والسمنة، وحطيت طبعا الملح بتاعي اهو، هزوده بقى واسيبه يتناع بتاع ربع ساعة كده او 10 دقايق كده. انا طفيت النار عليه وهغطيه بالغطا بتاعه طبعا، وهروح اكمل الاكل بتاعي. نروح مع بعض. كده انا طفيت النار عليه وهسيبه يتنقع شويه، اغطيه واروح فين بقى نكمل مع بعض طاجن الكوارع بتاعنا. الكوارع بتاعتي استوت اهي ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله مستويه وجميله. هرصها في الطاجن بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا التقليه قلب ريحه البيت وريحتها حلوه قوي. هحطها دلوقتي بقى على الكوارع بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده. الريحه جميله جدا يا جماعه، لازم تجربوا الطاجن ده حلو قوي هيعجبكم. وطبعا الطعم حلو جدا، الاكله حلوه دي وحنطه مش كل حاجه نسلق يعني.
دلوقتي بقى هجيب ايه، هقرب دلوقتي الشوربة بتاعتي عشان نحط 3 كبشات شوربة كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا هنضف الطبق بتاعي، ما تنسوش النقط دي مهمة جدا. لازم نجيب منديل مطبخ كده وننضف بتاعنا الطواجن بتاعتنا. الطواجن بتاعتنا دي لو دخلت الفرن بالطماطم اللي بره دي هتتحرق وهتدوخك انت في الغسيل، لان الطماطم هتنشف في الفرن وهتبهدل الدنيا زي ما حضراتكم شايفين كده. لازم تنضفي الطاجن كويس. دلوقتي هدخلها بقى، هدخلها الفرن ان شاء الله على حرارة عالية، تاخد وش كده ان شاء الله وتتسبك زي ما انتم شايفين. طلعتها اهوت جميلة جدا والطعم جميل جدا. عايزة اقول لكم ان الطعم يجنن جنان. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الفتة مطلب جماهيري، طلبوا مني ان انا اعمل شوية فتة، فروحت حمصت شوية عيش زي ما انا وريته لكم قبل كده. حطيت عليه ايه، حطيت عليه شوية زبدة كده سمنة، رشيت على العيش، قصقصته بالمقص مربعات زي ما حضراتكم شايفين كده، ورحت حطيت عليه ايه، رشرشت عليه سمنة كده بالفرشة ودخلت الفرن اتحمص. وألف هنا وشفا، ان شاء الله بإذن الله الأكلة تعجبكم. مع السلامة.